السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو رح أحكي عن ركائب التصميم. ركائب التصميم هي أحد أدوات ركن اللغة في منهج مونتسوري، وهي بالأصل إطارات خشبية بأبعاد 14 ب 14 سنتي، وبداخلها أشكال هندسية مختلفة. هلأ أنا من فترة عملت هاي الركائب لطفلي، ووضعت هذا النشاط في رف اللغة عندي في المنزل. رح أحكي لكم كيف عملت هاي الركائب وبأدوات متوفرة عندي. في البداية أنا عندي بازل بأشكال هندسية، تمام؟ هذا هو البازل. أخذت هاي الأشكال الهندسية وحفرت إلها مكان داخل قطعة من الكرتون. هاي قطعة الكرتون اللي بالأصل، فأنا حفرت مكان الشكل الهندسي اللي عندي داخل هاي القطعة الكرتونية. صراحة أنا ما عملت قطعة الكرتون بقياس 14 ب 14 سنتي، لأنه حجم القطعة الهندسية اللي عندي هون صغير، فأنا قصيت الكرتوني هاي بحجم مناسب لحجم القطعة الهندسية اللي عندي لحتى يصير شكلها متناسق، تمام. وهيك صار عندي ركائب تصميم بالمنزل، بلشت أدرب طفلي على هذا النشاط. هلأ الهدف من هذا النشاط إنه أدرب طفلي على استخدام القلم وأمرن عضلات إيده بالضبط مثل تمارين ما قبل الكتابة، ولكن نشاط الركائب هون هو نشاط مونتسوري بحت. طيب كيف أنا بقدم النشاط لطفلي؟ بقدم له النشاط مثل ما بقدم أنشطة المونتسوري عامة. بفرد سجادة النشاط عندي قدامي، وبخلي الطفل يجلس على يميني، وبفرد قطع الركائب هيك أمامه لحتى يشوفها ويتعرف عليها، تمام. كمان برفق ورق وقلم معي على سجادة النشاط لحتى أكمل النشاط. هلأ الورقة يفضل إنها تكون بحجم الإطار هيك، تمام. هذا لو أنا بدي أطبق نشاط المونتسوري تماما. ممكن لأ أجيب ورقة عادية أو دفتر عادي ممكن يفي بالغرض، تمام. هلأ ليش الورقة بحجم الإطار؟ لأنه الطفل خلال هذا النشاط رح يطابق الإطار مع الورقة هيك هذا الشكل، يطابقهم بشكل تام يعني، وهذا مش سهل على الطفل، وإتقانه هدف أساسي بهذا التمرين. طيب تقديم هذا النشاط، في البداية أنا بقدم النشاط أمام طفلي، وبس أنتهي بطلب من الطفل إنه يرجع يعمل النشاط مثل ما أنا عملته بالضبط قدامه. طيب أول خطوة إنه أنا بجيب ورقة، هاي الورقة، تمام، بس أنا هون بدي أركيها على الدفتر لحتى تكون مناسبة للكتابة. بجيب ورقة بحجم الإطار، تمام، وبمسك واحد من الإطارات، بمسك واحد من الإطارات وبطابق الورقة مع الإطار بشكل تام، تمام. وباستخدام القلم بحدد الشكل المفرغ من الإطار من اليمين إلى اليسار، تمام، مثل هيك. طبعا هذا إذا أنا قدمت النشاط قبل تقديم اللغة العربية، لأنه إحنا بالعربية بنكتب من اليمين إلى اليسار. بعدين بشيل الإطار، هيك أنا رسمت الرسمة، وبرسم خطوط مستقيمة داخل الشكل اللي أنا رسمته هيك. تمام، من اليمين برضو إلى اليسار، أو ممكن أختار أحد الأشكال. راح أختار برضو هذا الشكل، هذا، وأرسم حدوده من اليمين إلى اليسار. تمام، وبعدين كمان برسم خطوط مستقيمة من اليمين إلى اليسار داخل الشكل. كمان نشاط ممكن أختار في البداية، نختار شكل هندسي مثلا،
برسمه على الورقة مع عقارب الساعة هيك. تمام، بعدين برجع بختار الإطار وبطابق الإطار بالضبط مع الرسمة، وبرجع برضو برسم داخل هذا الإطار. بعدين برفع الإطار لأشوف الخط اللي أنا رسمته هل مطابق للإطار ولا لا. تمام، وكمان برجع بعبي هذا الإطار بالخطوط المتباعدة المستقيمة من اليمين إلى اليسار. كمان تمرين، بختار واحد من الركائب مثلا هاد وبرسم حدوده، من اليمين إلى اليسار بعدين بغير اتجاهه وبرسمه من اليمين إلى اليسار تمام هيك، وبرجع بنفس الطريقة بعبي الرسمة هاي بخطوط مستقيمة. بس ممكن أخلي الطفل ينوع ويرسم بالألوان. تمام، هلأ في تمرين آخر إنه أدمج شكلين مع بعض، يعني ممكن أختار هذا الشكل وهذا الشكل. هيك أنا دمجت شكلين مع بعض، وبرضو بلون الرسمة داخل الإطار بخطوط مستقيمة. تمام، هلأ ممكن كمان أدمج 3 أشكال مع بعض بنفس الطريقة وأرسم الخطوط المستقيمة داخل الشكل النهائي. هلأ قلنا ممكن أستخدم الألوان لحتى الطفل يدمج الخطوط سواء الخارجية أو الداخلية، وبضيف طابع من المرح، يعني بصير النشاط حلو وخفيف على الطفل. تمام، إذا استخدمت أنا الألوان. هلأ هيك أنا انتهيت من نشاط الركائب أو ركائب التصميم، طبعا موجود في ركن اللغة في منهج مونتسوري. إذا عجبكم الفيديو عزيزاتي ما تنسوا تشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو وارفعوه بالكومنتات الحلوة لحتى يوصل لأكبر عدد من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.